السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنحل سيلف اسسمنت 4 اللي هو في الكتاب الصغنن بتاع الامتحانات بتاع سنة رابعة. طيب نمبر 1 يا عليا، يلا يا علي افتحي المايك كده، افتحي. Air is important for human fish and humans because it contains oxygen gas برافو that is important for breathing. برافو، يبقى الاير مهم للهيومن والفيش والانيمال عشان في الاكسجين المهم للتنفس. برافو، يلا نمبر 2 يا بريهان. أكيس يلا نمبر تو ام اس ري سرمش دي دي ولا كاتينج سي كاتينج سي ستي سي عاملة بيها في اي الاسم اي ستينج داون كاتينج داون. ستينج داون الفورست may help human to make Furniture furniture، Structure, يعني لما but اقطع also فين يا may. بريهان؟ بريهان بيقول لي cutting down rainforest، ان انا اقطع الاشجار. help الهيومن الانسان to make furniture، يعمل البيت بتاعه بقى، يعمل كراسي وكده من الشجر اللي قطعه ده. but also may cause disappearance of ايه؟ ايه اللي ممكن يختفي نتيجة قطع الشجر؟ ها مين اللي ممكن يختفي نتيجة قطع اه مين بيبقى عايش على الشجر؟ منظر كاملا؟ برافو، بانثر بانثر كاميليون. برافو، حلو، برافو، اكسلنت، برافو يا بريان. يلا يا هايدي نمبر 3. All of the following living organisms need food and can get oxygen gas from air and to obtain اوكي energy except ايوه بس هو مش فاهمة. هو بيقول الناس الحاجة اللي محتاجة أكل، الحاجات اللي هنا اوكسجين. اللي محتاجة أكل وشرب، ها، ما عدا ايه بقى؟ ما عدا ها باينتري باينتري باين تري. دي صح. بص، all the following need food and can get oxygen from air. بس هي في حتة كده ممكن تركزي فيها، يعني انت صح، بس هو دي الشجرة مش هتاكل. هتاكل من وجهة نظرك انت صح، يعني من وجهة نظرك انت صح، امال مين هو المفروض لكن الفينيك فوكس بياكل بول طيب شارك البول بياكل شارك، بيشرب طب البول شارك هيومن هياخد الأكسجين من الإير؟ ها، لا يبقى البي شفتي بقى ازاي؟ طب ما الباين تري، ما تقولي مش بتحتاج تاكل، على فكرة الشجرة بتحتاج تاكل. شفتي بقى، قلت لك انت صح بس انت مش صح. شفتي، ركزي يا لولو. يبقى الباين تري بتحتاج تاكل وتتنفس عادي، لان الشجره ده كائن حي عادي جدا. بدينا نقول الشجره بتموت، يبقى هي ايه؟ هي كائن عايش. تمام، طيب يلا give reason يا جنى عسقلاني. يلا اير ها، give reason. اه ما اشوف give reason يقول لي ايه. قولي ليه حلو، قول لي ليه. ها،
air pollution is dangerous dangerous يعني خطر. for humans while water pollution is dangerous for fish and humans. يعني ايه بقى؟ يعني ها الكلام ده كله يعني الـ air pollution ليه خطر على خطر. الإنسان، والـ ايوه water والـ water pollution ليه خطر على الفيش والـ human. تمام. ليه؟ ليه الهواء الملوث خطر علينا؟ اقول لك كده، ليه الهواء الملوث خطر عليك يا جنى؟ because قولي بالعربي. طب كده ليه خطر عليكي؟ عشان انا مش هعرف اتنفس. برافو، يبقى خطر عليا عشان انا بحتاج بتنفس الهواء وبحتاج ميه عشان اشربها، صح؟ يبقى because ايه بقى؟ ها because we need ايه؟ we need oxygen and water ايوه اوكي ها to drink we need oxygen ها to breathe in، صح؟ او we need air، حتى احنا عايزين ال air to breathe in and human احنا and water to drink. and fish. برافو، need water to drink. خلاص عايزين ايه؟ ميه عشان ايه؟ نشرب. بس خلاص محتاجة مية لا عشان سوري تشرب. سوري 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 سوري، عشان تتنفس، عشان تتنفس. انا اتلخبطت. قلت يا ميز عشان تشرب. ايوه صح، ايوه انا كنت بشرب صح، انا سمعتها صح، انا قلت صح كده صح. شكلك يا ميز، طيب شكلك يا طيب ميز انت مش مية. اه شفتوا؟ and fish need water. ايوه كده، الله الله. عارفه يا ماما، شوف المدرسين بيخلطوا زمان، وانا كنت بقفلهم على الواحده، جه اليوم اللي قال يقفل فيها على الواحده. ايش شكرا. ماشي، يبقى fish need water to ايه؟ to breathe in. To breathe. ايوه عشان تشرب. ايش اللي انا قلته ده؟ ماشي ايه، يلا نمبر 1. برافو يا جان، نمبر 1 يا جان. اختمالك هساعدك، انا عارفه انك ما خدتيش الدرس ده، هساعدك جان. تعالى ما طب ماشي، قول يا معاذ، يلا قول نمبر 1 انت. أميس، نمبر 1 you can تمام. reuse the environment but it can't restore it. ها غلط يعني ايه السؤال بقى؟ قولي يعني ايه السؤال؟ غلط. هي restore يا مستر، restore يا ميس يعني يعيدها تاني ها متهيألي صح؟ برافو، اكسلنت. يبقى الهيومن يقدر يلوث البيئة ولكن يقدر يرجعها تاني، يبقى غلط هنا. مش ايوه ما يقدرش، لا هنقدر نرجعها تاني. يلا يا جانا نمبر 2، تعالي حلي معايا. ايوه يا جانا، انت كده فتحت المايك. both lungs and gills، بيقول لي اللونجز والجيلز. فاكره يعني ايه لونج يا جنى ولا ما خدتهاش معايا؟ ده خدتها. يعني ايه لونج بقى؟ لانج يعني ال الرئه، اللانج الرئه ايه ده اللي والجيلز بتاع دي. والجيلز دي بتاعت السمك اللي هي ايه، بيتنفس منها. تمام، يبقى الاتنين دول بتوع التنفس. فبيقول لي دول are organs that present in digestive system، دي موجودة في digestive system بتاع الهيومن والفيش، صح ولا غلط؟ صح. يا راجل هو digestive بتنفس بيها يا جنى؟ ما انا بقول لك انت خدت معايا digestive. ها دي اللنج ناس كانت يا في مش digestive system، يبقى غلط. ايوه كده، برافو. ماشي نمبر 3 يا روان شريف. when and
school system is completely polluted and longer organisms can live in it. When an ecosystem is completely polluted، لما الايكو سيستم يتلوث تماما تماما كده، في اورجانيزم يقول no longer organism can live it، كده مفيش ولا اورجانيزم يعرف يعيش فيه، صح ولا غلط؟ لا غلط. ليه؟ هو لما يتلوث تماما في حاجة هتعرف تعيش؟ لا ما فيش حاجة تعرف تعيش، هيبقى ما صح. بيقول لي no longer، يبقى صح، برافو. no longer يعني مفيش بعد كده، خلاص؟ طيب حلو ماشي. يلا وانت يا فاكر يعني اسمها لينجر يعني مش وقت طويل. no longer، لا يعني في وقت قليل اللي يعني ايه، ده مش وقت طويل. نعم يا جان، نعم يا جان، بس انا ما خدتوش مع حضرتك، ولا يهمك، انا بس عارفه، انا ما خدتوش مع حضرتك. تمام، انا عارفه، ماشي يا قلبي، مفيش مشكله. طيب يلا يا هو مين اللي كان بيحل مع يرون؟ يلا يا ريتال، نعم يا ميس. يلا الديزرت، قولي لي انيمال في الديزرت. ستارد اجمل لازم. ستارد، اجمل ليزرد، تمام. طيب قولي لي يا جنى طارق، قولي لي بلانت. بلانت بالم تري. باين تري، برافو. باين ولا بام؟ باين باين ولا بام تري؟ شور بالم شور، بالم ها بالم ها، اخر كلام. طيب برافو، أو. ايوه كده، ميز بام. غلط، طب ميز احنا غلط. ايوه، البلانت مش باين، اسمه بالم تري. برافو، اللي في الديزرت اسمه بام تري، لكن احنا ممكن نختصر الكلام ده ونقول بربري فيج احسن عشان بتاع التين الشوكي افضل، صح؟ طيب يلا، عايزة يا انت حمزة معانا ولا مين؟ Who are you حمزة؟ مين انت؟ حمزة؟ طب افتح المايك. طيب ماشي، يلا يا عالية. ماشي. الرين فورست اللي بيعيش في الانيمال. انيمال بيعيش في الرين فورست، ها؟ لو قلتي هسقفلك. الرين فورست هي ال 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 هي ها، تابوك تري. لا بقولك يعني انت جبتي تري، ماشي، لو كابوك تري ماشي، خلاص ماشي. طيب بريهان، تعرفي انيمال؟ مين؟ بير، لا رين فورست، براون بير. لا رين فورست، مش فورست بس، بير لا لا الريد اولها فورست. اولها انا عارف، بي، بس انا جاوبتها صح. بس انا عارف ثواني، ها اللي عرفك تقولي في بولا الشات، برافو وبير، يا جنى طارق. لا بس انا جاوبتها صح. طب جنى اخت مالك، فاكرها مين في الرين فورست؟ طب بعد كده ان، طيب كمان كده هكمل الكلمة، يا مش انا عارف. ثواني اكتبالي في الشات، جانا اخت مالك، ها بارن ايه بقى، بس ها كمان يا ميس، بانثر كاميليون، برافو، ايوه كده، ميس ايزي، هايدي اول حاجه ارجع وبنفسها. كاميليون، ايوه كده، خليكوا ركزوا، دي في الرين فورست، لو فتحت الصفحه هتلاقيها في الرين فورست. طيب يا جانا اخت مالك، نعم يا معاذ، يمين نعم، او عايز يا ميس او كلمون، لا ولا لازم اقول كاميليون، بانسر كلمون. بانثر كاميليون، عادي ممكن تقول كاميليون بس اصبري. الافضل تقول، سامعني؟ ماشي ماشي. ماشي اوكي.
طيب جانا سامعاني؟ جانا طيب ماشي. طيب جانا لا اسمها ايه؟ بريهان. تمام قولي يا هايدي. البولار ريجون قولي لي انيمال. مش انا اللي حلت، مش انا تمام يبقى قولي يا ما بريهان. حلتش. ايه بولر بير، مفيش بولر بير. مين اللي عايش في بولر ريجر؟ جاي من اسمه بولر بير. برافو اكسلنت. بولر بير. بير برافو تمام. بير يا مش ريتال هو مش ممكن يبقى الاركتيك فوكس؟ اركتيك فوكس. ممكن عادي اركتيك فوكس عادي. ماشي يا ميس، اصل انا كتبت الاركتيك فوكس. لا تمام عادي يا قلب ماشي. طيب يلا يا جنى خلاني. ايوه يا ميس. يلا عايزة بلانت. مين اللي بيعيش البين تري؟ باين تري. برافو ماشي حلو الباين تري. تمام يلا يا مي 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 معاذ. نعم يا ميس. يلا الانيمال. هو ينفع أقول بلانت؟ طب ما تقول لي انيمال دي سهلة قوي. أنا عارف إن هي سهلة، بس أنا عارف، أنا عارفها يا ميس، بس ينفع أقول بلانت؟ طيب طيب ماشي قولي البلانت مش هزعلك. مانجروف تري أو ووتر برافو ليلي. برافو. لا بس صوت ووتر بالذات مانجروف تري. تمام طيب اكسلنت ماشي. يلا يا روار قولي لي الانيمال انت بقى. ميس هي أول واحدة اللي هي الديزرت، اللي هي بالم تري يعني، غلط؟ فين ديزرت بام تري. لا صح. أنت طالما لما جبتها حبيت تبقى لأ بربرفكت. لا انا قلت بقول عشان نبعد عن الخلاف. ويل ايه ده؟ شارك يا ميس؟ لا ما اسموش ويل شارك اسمه بول شارك. نسيت الاسم. اسم بول شارك. تمام شيلي بقى اللي انت كاتباه ده. هو اه كان بس بيعيش كده في السولت بوتل والسبريش اسمه روف. برافو قلنا بس اسمه بول شارك. اكس برافو. ايوه كده ماشي. طيب يلا نمبر 1 يا مين اللي كان حل روان. يلا يا ريتال نعم يا ميس. يلا نمبر 1. أكاشا تري، اه هنا وعن بيقول ده لي هاي. of one example structure adaptation. قولي حاجة ربنا خلقها لها. ها عندها يا ميس الليفز تايني، tiny leaves. تمام برافو tiny وكمان leaves. عندها وايه كمان؟ لونج ترانك. تمام long trunk. برافو ماشي حلو. طب ممكن تقولي long trunk ليه؟ ميس علشان to prevent it animal. to prevent be eaten by animal. برافو to ميس prevent to be ميس eaten. ينفع اقول spines؟ وينفع تقول spines. برافو to be طب يا ميس هو eaten. السم اللي هي بتاع، طب السم يا ميس ربنا خلقها لها ولا هي اللي بتعمله؟ السم هي هو لا ربنا حددهولها فيها بس ان هي تطلعه دي حاجه بتعملها. تمام يبقى دي بتعملها structure behavioral ميس sorry. خلاص كده هقفل، ايه ميس صوتك بيقطع، هقفل كده خلاص. اه خلاص شكرا. طيب يلا يا عمر. عمر طب نعم جنط كويس. يلا عمر. ايه بقى مش فاكرة عمر ايه. عمر محمد حنفي. اوكي يا عمر يلا قول لي one من structural adaptation بتاع الفيش. ها The fish has gills. برافو. جيلز ليه بقى؟
علشان يطلع المية. عشان يتنفس. To breathe under water، صح كده؟ طبعا مش صح. هو ينفع اقول تو بريس فروم ووتر، من المية. بص، هي ماشي، بس هو بنقولها عشان يتنفس تحت المية، يعني من المية دي مش احسن حاجة. طب ماشي ينفع اقول ماشي. فيها تو بريس ان ووتر بس؟ اندر ووتر. بص يا شباب، هي اللي بتخليه اول ما ينزل تحت المية يعرف يتنفس دي، فانتوا خلوها تو بريث ان اندر ووتر، او تو بريث اندر ووتر. برافو يا عمر. تمام، يلا يا جانا. Animals. Polar bear have thick white fur برافو. ليه؟ to keep its body warm. برافو. keep its body warm. excellent. ماشي طيب، مش يلا. يعني مش السؤال ده كأنه give reason واديني بالظبط. سبب. ايوه برافو، عرفت انت الزتونة. برافو، ماشي اكسلنت. طيب يلا، اسال أول بقى مرة الست. أعرف كده. الله الله، شاطرين بقى، شاطرين اهو. يلا نمبر وان. مش بيدينا كده في الكتاب، مش بيدينا كده في الكتاب. يلا نمبر وان يا عالية، قوليلي كلمة مختلفة. الستارت أجمل الرز عشان الفروج والسلمندر والتود من الأمفيبينز. برافو. فبرافو، يبقى احنا خدنا الامفيبيانز اللي هي الحاجات اللي بتعيش بره وجوه الميه، فكان الفروج، فكان الستار ده اجمل ليزرد مش منهم. اما الفروج والسلامندر والتوت كانوا منهم. تمام، الفروج والسلامندر، الفروج والتوت كانوا شبه بعض، والسلامندر ايه، كان شبه البورس كده. ستار ده اجمل ليزرد مش منهم. تمام، هي كروس اوت اود وورد، يعني اختار لك الكلمه المختلفه. برافو اكسلنت. طيب يلا نمبر 2 يا ابريهان. ها. بعتها صح يا مس. ووتر ليلي ولا فيش ولا ايوه، بول وبول بتري ولا أفيابس امفيبيان. أفيابس امفيبيان. فاكرة الأمفيبيان دول مين؟ الحيوانات اللي بيعيشوا في المية والأرض، على البر وفي البحر في وحيوانات الاتنين. والووتر ليلي دي كانت في ايه؟ المية، والفيش كانت بتعيش في المية، والبام تري دي كانت في الصحراء. يبقى مين المختلف؟ أبيانس. أمفيبيان. نقة. ها، هايدي. ميس ووتر ليلي لا ركزي، ووتر ليلي عايشة فين؟ على يبقى الأرض ولا في المية؟ بول بتري في البام تري. بقى البام تري، أيوة كده. مايا. ليه؟ لأنهم كلهم في المية، يقدروا يخشوا في المية، دي في المية أصلا وده في المية، والأمفيبيان عادي بيعيش في المية، أما البام تري ما بتعيش في مية. تمام، يبقى البام تري. طيب ماشي أوكي. دوري تري دوري. يا يلا يا هايدي، نمبر 3. ها، جولدن فروغ ولا بانسر كاميلون ولا كابوكتيري ولا ايوه. اكاشيا تري؟ هي دي صعبة شوية، معلش هحلها انا، جولدن فروغ ولا هحلها انا، كابوكتيري؟ هحلها انا. بصي، الكابوك تري لا كان، انا ما صدقت. اقدر اخليك تحلي انا غيرها. عايزه احل، انا عايزه احل، لا انا عايزه احل. استني هايدي، دلوقتي الكابوك تري مكانها فين؟ مكانها في الرين فورست. تمام، رين فورست هابيتات. خلاص، البانسر كاميليون برضو رين فورست زي ما حليناها، الجولدن فروج رين فورست، اما الاكاشا تري مش في الرين فورست. تمام، طيب حللي بقى، جيف ريزون يا هايدي. الديزرت يلا، في كانت في سافانا السافانا. يا ميسي ايوه كده، أكاشا برافو تري. برافو. ماشي
طيب ميزة يلا. تشيل الشخابيط دي؟ ميس طيب ممكن تشيليها؟ شلتها، ممكن بقى تحلي السؤال؟ أمفيبيانس آر حلو. أمفيبيانس آر إنديندرد Endangered species. سبايسز. Species. ها؟ دي سبيشيز، سبيشيز يعني ايه هم؟ سبيشيز؟ Species يعني فصيلة، يعني ليه الفصيلة دي في خطر؟ ليه؟ ميس يعني ايه سبيشيز؟ Species يعني فصيلة. ثواني يا معيذ، مش معيذ هو خليني يعني بحب. مش عايز عارفة ايه يا ابني؟ تجاوب. هو يعني ايه الكلمة دي؟ endangered يعني في خطر. ها؟ علشان عدد الحيوانات علشان التلوث ميز توبوليشن. بص انتي صح، هيا ميز تعالي بقى نشوف يبقى ليه في خطر. because there، because pollution لا بصي، there because their numbers، there انا سرحت، because their be do numbers، is ثانية do هاي to pollution there number صح. ايوه انتي صح، انتي صح، بس هكملها انا بس من الاول. يبقى because their numbers were decreased، عددهم قل جدا، تمام، due to pollution زي انتي قلتي. صح، برافو، excellent، برافو يا ميسا هاي. هنا ينفع اقول عشان هي مهددة بالانقراض؟ لا، ما هو بيقول لي ليه مهددة بالانقراض، تقول له عشان هي مهددة بالانقراض. ينفع اقول لك ليه اسمك معايز او ليه رحت كذا؟ قول لي عشان رحت كذا. لا، عايزة منك سبب كده، قول لي حاجة مختلفة يا معلم. ما كنتش عارف ان هو بيقول لي هي ليه مهددة بالانقراض. لا، هو بيقول لك كده. يلا ماشي، شكرا يا هايدي، برافو يا بريهان وهايدي. يلا يا جنى عسقلان. أيوة يا ميس. A type of live leaving. organism that can living organism that can breathe in air and in water. Amphibians. برافو، amphibians. amphibians، برافو. طيب ميس مش هو excellent. المفروض هو بيقول لي نوع مش من هو الكائنات المفروض الحية. أول واحدة الفيش؟ هو بص، نوع من الكائنات الحية يقدر يتنفس in and او air water، في المية، في الهواء. الفيش في الاير بس، فانا قلت amphibians، وفي ناس ممكن تقول فيش، ممكن تقول كده صح، بس انا الافضل ان انا اعممها amphibians. تمام. ميس هو حضرتك مفروض الفيش بتتنفس من الووتر، انت قلت فروج، الايه؟ اللي انا قلت ده فروج. انا مالي يا عم بعمل كده النهارده؟ فروج اللي كتبت ده، فروج يا حبيبي. تمام، في ناس ممكن تكتب فروج، ممكن تكتب تود، ممكن تكتب سلامندر. تمام، انا اسفه، انا مش عارفه مالي النهارده بلخبط كتير ليه كده. طيب يلا نمبر 2 يا معاذ. هو مين اللي كان بيحل معايا نمبر 1؟ كانت جنى عسقلاني صح؟ أيوة تمام، يلا يا معاذ. an organ with structure adaptation that enable the torso to breathe in water skin. برافو، ايه اللي عندهم عشان بيخلوهم يتنفس من الووتر السكن؟ برافو، ماشي. طيب يلا يا مين يلا يا روان شريف. ها؟ The grassland habitat of acacia tree in which we cannot find amphibians during dry season. المنطقة بتاعتها اسمها ايه؟ بتاعت الأكاشيا تري، فاكرها؟ منطقة اسمها ايه؟
انا عارفاها دي، ساوثرن افريكان سافانا، هي او كانت تقولي سافانا على كتاب طول. الصحراء. ايه هو عادي يا ميسا اقول هو افريقيا ده زمان، مهما قلت افريقيا سافانا على زمان طول؟ كانت شبه الصحراء بالظبط. لا مش صح، مش شبه، هي شبه الصحراء بس مش قوي يا جدعان، ماشي يعني هي بس شبهها كده، بس دي مليانة اصلا اعشاب، هي مش صحراء بس يعني ارضها كلها جراس لاند، جراس. المهم اللينك هيقفل، هبعت لكم لينك تاني، اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010